متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية، نبدأها بصور الأقمار الاصطناعية والتي تشير بأن مناطق واسعة كانت تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، سواء تلك في المناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية من المملكة، وتلك المتاخمة للحدود اليمنية تعرضت لأمطار رعدية سواء الليلة الماضية أو نهار هذا اليوم. بعض الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة، العاصمة الرياض، لم تتعرض كما كان متوقعا لهطول زخات رعدية الأمطار، ولكن كما تلاحظون أن السحب كانت تحيط بالعاصمة الرياض، وطبعا هذا دائما بعد مشيئة الله. توقعنا بأن تكون هناك أمطار جيدة على هذه المناطق، ولكن على أرض الواقع حدثت ولكن بشكل نطاق عشوائي ولم تحدث في العاصمة الرياض. هناك دوران للسحب متواجد فوق مناطق ما بين القصيم وحائل، وهذا ناتج عن تمركز المنخفض الجوي في طبقات الجو المتوسطة والعالية في هذه المناطق. خلال الساعات القليلة القادمة يتوقع أن يستمر نشوء سحب رعدية ركامية في مناطق متفرقة من المملكة. دعونا نتعرف على أكثر هذه المناطق فرصا لنتعرض لهذه الأمطار. إذن في ساعات هذا المساء يتوقع أن تشهد عموم المناطق الجنوبية من المملكة أمطار رعدية تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، ولكن في مناطق أيضا واسعة غير مأهولة قريبة من الربع الخالي يتوقع أن تشهد هذه الأمطار. إذن الألوان الداكنة تشير إلى هذه الأمطار. بعض المناطق الشرقية مرورا بالإحساء وحتى ربما الدمام ربما تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار مع ساعات المساء، وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. ولكن بالنسبة للعاصمة الرياض هناك فرصة لكنها إجمالا ضعيفة بشكل عام. خلال ساعات الليل يتوقع أن يتحرك هذا الحزام المطري الذي يتواجد في المنطقة الجنوبية والشرقية باتجاه الإمارات وأقصى المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، إضافة إلى المناطق في الخليج العربي، وتصبح معظم هذه المناطق تحت تأثير عواصف رعدية، ولكن يستقر الطقس في عموم مناطق المملكة خلال ساعات الليلة القادمة كما تلاحظون، وذلك ناتج عن ابتعاد المنخفض الجوي الذي أثر على أجواء المملكة خلال الأيام الماضية. إذا انتقلنا إلى ساعات نهار وغدا، أغلب ومعظم مناطق المملكة تشهد أجواء مستقرة عموما، ربما هناك يكون زخات خفيفة محلية من الأمطار في بعض المناطق بعد ظهور كمية من السحب على ارتفاعات مختلفة بعيد ظهر يوم غدا. ولكن السمة الأساسية للأجواء غدا الخميس في المملكة بأنها ستستقر وتتأثر بعض المناطق بامتداد لمرتفع جوي ويؤدي إلى استقرار في الأجواء. إذا مع ساعات مساء يوم الخميس غدا تبدأ وليلة الخميس على الجمعة، هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار فوق المناطق أقصى شمال غرب المملكة، تحديدا في الطريف ومناطق القريات والأجزاء الغربية من الجوف وتلك المتاخمة للحدود الأردنية. يتوقع أن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار، ولكن كما تلاحظون أغلب مناطق المملكة تقريبا خالية من توقعات الأمطار بمشيئة الله تعالى. هذه الخرائط تظهر صباح يوم الجمعة أيضا أجواء بوجه عام مستقرة، تمتد فرص هطول الأمطار الرعدية قليلا من مناطق القريات والطريف إلى مناطق عرعر وشمال الجوف وسكاكا. هذا ناتج عن تواجد منخفض جوي في طبقات الجو المتوسطة والعالية فوق مناطق بلاد الشام. هذا الأمر متوقع مع ساعات نهار يوم الجمعة أو صباح يوم الجمعة. ساعات عصر يوم الجمعة هناك احتمالية تطور بعض الأمطار الرعدية ذات طابع عشوائي في المناطق الغربية من الرياض مرورا إلى المناطق الجنوبية الغربية، منها وصولا إلى وادي الدواسر وحتى تلك المناطق الشرقية من نجران. هناك فرصة لأن تتعرض هذه المناطق في ساعات ما بعد الظهر والعصر لبعض الزخات العشوائية من الأمطار الرعدية التي لن تطول طويلا، سرعان ما تتحرك هذه السحب غربا وربما تتلاشى أو تؤثر على مناطق أخرى. تبقى المناطق الشمالية تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، تلك المتاخمة للحدود العراقية والأردنية ومنطقة الطريف وأجزاء من عرعر وبعض الأجزاء الشمالية من منطقة الجوف. مع ساعات ليلة الجمعة على السبت تتحرك هذه الأحوال الجوية غير مستقرة، تصبح فوق مناطق رفحاء وتلك الطرق الواسعة بين رفحاء وعرعر ومنطقة الحدود الشمالية. تبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات المحلية الرعدية العشوائية من الأمطار في المناطق الوسطى، ربما تطال بشكل محدود مناطق في مدينة الرياض بمشيئة الله تعالى. هذا الأمر متوقع صباح السبت، تتطور شوي الأمور وتصبح هناك فرصة لزخات رعدية أكثر اتساعا مع ساعات نهار يوم السبت تشمل المناطق الشمالية الشرقية وصولا إلى
العاصمة الرياض وجنوب غرب الرياض ما فيها منطقة وادي الدواسر وأيضا أجزاء من مناطق شمال المملكة تلك الواقع في الحدود الشمالية بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض. أجواء غائمة جزئيا بوجه عام، هناك فرصة ما زالت موجودة لأن تشهد بعض الزخات المحلية من الأمطار. درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية، بعض الشيء الأجواء مائلة للبرودة عما كانت عليه في الليالي السابقة. نهار يوم غد تسود معظم مناطق المملكة أجواء مستقرة، ربما في مناطق راح تكون هناك فرصة لهطول الأمطار. دعونا نتعرف سوية على درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة. نبدأها في المناطق الشمالية، في إسكاكا 28 إلى 19، تبوك 30 إلى 16، وفي عرب 29 إلى 21 أجواء غالبا مستقرة، هناك فرص لأمطار محلية محدودة الطابع غير مؤثرة بشكل كبير. انتقالا الى المناطق الغربيه، في المدينه المنوره 32 الى 20، في جده 31 الى 19، مكه المكرمه 35 الى 22، هناك بدايه ارتفاع درجات الحراره، وفي الطائف 27 الى 16 درجه مئويه. انتقالا الى المناطق الجنوبيه الغربيه، دائما هناك فرص جيده للامطار الرعديه في المرتفعات العاليه، ولكن الفرص غدا الخميس اضعف مما كانت عليه خلال الايام الماضيه. ففي ابها 23 الى 14، في جازان 34 الى 28، وفي الباحه من 23 الى 15 درجه مئويه. انتقالا للمناطق الشرقية، في الإحساء 28 إلى 18، في الدمام 29 إلى 19، وفي حفر الباطن 30 درجة مئوية، في ساعة النهار تنخفض إلى 19 درجة مئوية. ختاما في منطقة الرياض غدا 31 درجة مئوية، لكن ليلة الخميس على الجمعة 19 أجواء غالبا مشمسة، هناك بعض السحب تتطور في ساعات النهار قد ينتج عنها زخات خفيفة من الأمطار لكنها غير مؤثرة. في القصيم 28 إلى 17 أجواء مشمسة في الغالب، و 26 إلى 15 في حائل مع أجواء مشمسة. قبل أن ننهي نشرتنا الجوية ننتقل للتعرف على أحوال الطقس مرة أخرى في العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة. نبدأها بيوم الخميس، أجواء غالبا مشمسة 31 نهارا 19 ليلا. الجمعة هناك كما ذكرنا فرصة لبعض الأمطار في ساعات العصر والمساء، 34 درجة مئوية في ساعتين، هناك ارتفاع كما تلاحظون درجات الحارة ليلة 22 مع أجواء غائمة جزئيا، فرص لأمطار رعدية جيدة نهار يوم السبت كما ذكرنا، و 34 إلى 23 سواء في ساعات النهار والليل. ونراقب أيضا تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة واسعة النطاق الأسبوع المقبل من جديد، خاصة من بعد يوم الأحد، وستكون أيضا شاملة لمناطق واسعة. نتمنى أن لا تكون فقط كما كانت هذه المرة أن تكون محصورة في مناطق شمال وشرق وجنوب شرق المملكة، نتمنى أن تصل العاصمة الرياض، وهذا ما تشير إليه نماذج التنبؤات الحاسوبية حتى اللحظة بما يخص الأسبوع المقبل. هذا كان كل ما لدينا، ندعوكم دائما لمتابعتنا عبر منصاتنا المختلفة، كما ندعوكم إلى الالتزام بقرارات الحكومة بحظر التجول حفاظا على صحتكم وسلامتكم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.